السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله ما شاء الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما شاء الله صدقت. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله إيه ده الجمال ده يا بيه. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. الله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. لهري بهري لهري. فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين بارك الله فيك. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. حاجة جميلة أوي أوي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله يفتح عليك. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. سلام سلام يا شيخ. الله يعزك يا شيخ. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يا سلام يا سلام عليك يا شيخ. الله إن ربك واسع المغفرة. الله يحبك. إن ربك واسع المغفرة. الله يغفر لنا. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون والله
اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کتنی محبت کر رہے ہیں. اللہ افتح عليك يا شیخ, اللہ يزيدك, اللہ يزيدك الخير. الله اكبر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شیخ محمود کمال نگار زندہ باد, شیخ محمود کمال نگار زندہ باد. انت فی دارک یا حبیبی. هذا الجمال شیخ ما شاء الله احسنت. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. زي البحر يا عمي, زي البحر. بارك الله ما شاء الله يا شيخ, ما شاء الله ما شاء الله. إن ربك واسع المغفرة. النوافير, النوافير الحلوة, النافورة الحلوة. هو أعلم بكم, هو أعلم بكم. يا سلام. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة, وإذ أنتم أجنة. السوء يا شيخ وبارك فيك. الله أكبر. قاري الكبير ما شاء الله. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم, هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في یہ روح کی غذا. اللہ اکبر, یہ روحوں تک اتر رہا ہے ماشاء اللہ. اور آپ ان کو محسوس کروائیں کہ آپ کیسا مزہ لوٹ رہے ہیں ان کی کرت سے ان شاء اللہ. سلام سلام یا شیخ.
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله کیا نغمہ ان کی آواز میں، اللہ نے کیا سوز دیا ہوا. اللهم زد فزد. إن ربك واسع المغفرة اللهم اغفر لنا جميعا. هو أعلم بكم هو أعلم بكم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك يا شيخ، الله يزيدك وبارك فيك يا شيخ محمود، ده انت نورت يا شيخ، حبك في الله يا شيخ محمود. اللهم بارك الله في صوتي يا شيخ. آمين. الله أكبر. أنت وين كنت يا شيخ محمود؟ هذا الجمال شيخ ما شاء الله. بارك الله في. أنت وين كنت يا عم؟ أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى يا الله أفرأيت الذي تولى الله ما شاء الله وأعطى قليلا وأكدى. ما شاء الله ما شاء الله. عنده علم الغيب فهو يرى. ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. الله الله الله، إيه ده؟ يا السلام عليك. السلام يا شيخ، يا سلام، الله يحفظك يا شيخ، الله ينور عليك يا شيخ محمود. نار التكفير.
اللہ با احسنت شیخ. کرسیوں والے لگتا ہے تھکے ہیں، نیچے والے ماشاءاللہ پھر بھی کچھ نشید ہیں. اللہ یفتح علیک ماشاءاللہ احسنت ماشاءاللہ أفرأيت الذي تولى إن شاء الله وأعطى قليلا وأكدى. يا سلام. عنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. الله، أنت مخبي نفسك ليه يا عمي؟ ما شاء الله عليه. ما شاء الله. نارة التكبير. نارة التكبير. مصر سے آئے ہوئے مہمان، ابھی تک جتنے مہمان آئے ہیں ان سب میں سے ماشاءاللہ یہ گھر سب اچھا پڑھنے والے ہیں. آپ ذوق سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اور اچھا پڑھیں گے. اللهم يجمعنا هذا القرآن في جنة الفردوس ان شاء الله. کو آمین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. يا سلام يا سلام، بوس راسك يا عمي. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. يا سلام. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله. وأن ليس للإنسان إلا سعى. يا سلام يا سلام. وأن سعيه سوف يرى. الله. يا سلام عليك. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ياه
ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم محمود نجار شيخ محمود نجار زندباد الله يزيدك وبارك فيك ألا تزير وزيرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يا سلام وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يا الله ما شاء الله عليك حيرتنا يا شيخ ما شاء الله صوتك جميل أوي أوي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أهلا وسهلا ما شاء الله عليك تستاهل كل خير يا عمي اللهم زد يا سلام پیچھے سے بھی ذرا لوگ دعاتے قاری صاحب کو وأن إلى ربك المنتهى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى يا سلام يا سلام وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ الله يرحم أبوك يا عمي الله يرحم والديك إن شاء الله وأنه خلق الزوجين ما شاء الله أقبل ما سمعنا يا شيخ محمود أقبل ما سمعنا وأنه خلق زوجين الذكر والأنثى يا سلام من نطفة إذا تمنى سوى
نعمة جدا، نعمة أوي أوي، يأثر على القلوب. وأن نعرہ تکبیر، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، نعرہ تکبیر، او کرسیوں والا کرسی چھوڑ دے ذرا جوش سے، نعرہ تکبیر، شیخ محمود نگار بنحبك اوی اوی يا شیخ، الله يحفظك ان شاء الله. وانه خلق الزوجين وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. الله ان کے بلانے والوں پہ بھی رحم فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اتنے خوبصورت قرائے کرام ہمارے لیے شیخ فرقان الہی صاحب اور ان کی ٹیم لے کے آئے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصی برکتوں سے نوازے. اور ہمارے پیارے ماموں جان شیخ محبوب الہی سیدی صاحب کو اس جنت الفردوس میں اللہ علیین میں جگہ عطا فرمائے. وأن عليه النشأة الأخرى ما شاء الله، لكان نصلي فجر هنا إن شاء الله. وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الدولة. يا ده بحر النيل يا عمي، انت بحر النيل. وثمودا فما أبقى. الله يرحم أبوك يا أبوك. وأن سلام ہونا چاہیے، کھڑے ہو کے انشاءاللہ تحیہ اتنا ہے عمی. وقوم نوح من
وأنه أهلك عاد اللول وثمودا فما قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. سلام يا عمي سلام. وقوم نوح أحسنت. الله يفتح عليك. وأنه أهلك عادا الأولى وأنه محمود. الله يرحم ابوك يا عمي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ. تستاهل كل خير. تستاهل كل خير يا عمي. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم يا سلام يا الله. يا سلام. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا استاذ محمود؟ الله يفتح عليك. حاجه جميله جدا يا عمي. يا سلام. ان في ذلك لعبرة يخشى. ما شاء الله.
أنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا من السماء نزول والرفع يا عمي الله يرفعك ان شاء الله الله يزيدك ويبارك فيك ان في ذلك لعبرة الله يزيد امثالك لعبرة لمن يخشى خلقنا من السماء وبناء انت زبحتنا يا عمي ما شاء الله عليك تستاهل كل خير الله يزيد امثالك الله يزيد الله يرحم ابوك ان شاء الله مصر عم الدنيا لا عبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
خرج ضحى والأرض بعد ذلك دحى أخرج منها ماء ومرى والجبال أرسى صدق الله.